بعد اذنك يا كريم بقول لك استاذ عادل علمني الشغل عشان اشتغلت معاكم من النهارده. كريم استاذ كريم بعد اذن. طب ماشي بعد اذن حضرتك استاذ كريم ممكن تعلمني الشغل بقول لك استاذ عادل. طب خد التري دوت وشوف الناس هتشرب ايه. هتزاد ما يا ابني رد وشك شويه هتضربني. يا احمد يا كريم امال استاذ عادل فين؟ لسه ما جاش. طب هوصل مشوار. عاوز اشوف النور ماشي في طريق الموت شكلي عليا الدر العيشة مش نفعاني شكلي يا بتوحداني حتى اللي قلت صحابي خلوني قاعد عاني. لما كان حد عاطف لما جه لما قعدت لما بعت على الفرقه مين كان احاول لك الفلوس كلها ونتكلم مع بعض بعد اذنك. بعد اذن حضرتك استاذ عادل. طيب 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 اقفل دلوقتي. سلام سلام. ايوه يا سام لو سمحت كريم كلمني باسلوب مش كويس وقعد يتريق عليا. طب انت مالك بس؟ طب ممكن تقعدي وتهدي؟ اقعدي بس. وحصل انا هحول لك الفلوس كلها وهنتكلم مع بعض وتحول. طب 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 سلام ماشي خلاص اوكي. طب ماشي حاضر سلام. ايوه وسام كريم هناك كلمني بفلوس كويس وقعد يتريق عليا وعمال طيب. يقول لي انا هقطع عيشك ومش هقطع طيب. عيشك. ممكن تهدي كده وتصلي على النبي بس اقعدي. ايه اللي حصل؟ هو اللي ضحك يا مثلا جاك تعمل دور الشام ممكن تحبها والكلام ده كله عشان برضو احنا ما نزهاش واخد بالك. أيوة عشان ممكن احنا ايه البت حلوه البت مكان تمام فخلص. عايز اتاكد يا محترم. صب ليه هو عمل خلاص هي كده كده خلاص مش عارف تزعلي مني ايه. يعني انا متفق ان البنت بتشتغل في اي مكان البنت اللي هي بنت مش كويسه والكلام دوت بس انا الحمد لله غيرت زي بقيت عنك وزن معاك. لا انا مش زعلانه منك. انا من المفروض اشكرك على فكره على الموقف اللي حصل منك امبارح ليا. انا متشكره جدا. شو يا جماعه يا عم جدع ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا جماعه احنا كان معانا فكره النهارده وهدف ندعي ربنا ان نكون وصلنا الرساله صح. طبعا الرساله كانت واضحه. ازيك يا كريم؟ احمد يا اعمل قهوه مظبوطه. فرخه ب 20 و 5 جنيه. طب انت هتضحكني. انا عاوزك تقول يا خرابه. استنى يا استاذ العايز. مش عارف تزعلي مني على اللي حصل يعني امبارح مع الاستاذ وليد والكلام ده. بص استنى استنى اتمرجح حاجه استنى يا فتاه. بص عشان البنت ما تقع. بص يا سيد